مساء الخير الطلاب والزملاء الأعزاء، نبقى مع درس الـ Virtual LANs أو VLANs، الشبكات الافتراضية المحلية، أحد أهم الدروس بعالم الكمبيوتر نتوركس اليوم. أولاً، What is a VLAN؟ شو يعني VLAN؟ بكل بساطة، الـ VLAN هي أنك تقدر تستفيد من الـ Switch لحتى تركب عليه أكثر من نتورك. نحن بطبيعة الحال نستعمل السويتش لحتى يكون في عليه نتورك وحدة، يعني الكمبيوترز الموصولين على السويتش بيكونوا موصولين على ون نتورك، تمام؟ كلهم بيقدروا يتواصلوا مع بعضهم البعض ضمن هيدي النتورك. بالفيلان انت بتكون عم بتقسم البورتس، المداخل تبع السويتش، لتخلق اكثر من شبكة. كل شبكة الى مداخل معينة موصول عليها اجهزة معينة، وبالتالي عم بتوفر بعدد السويتشز او ما عم تضطر تنقل اجهزة من طابق الى طابق. لحتى نفهم الفكرة خلينا نتطلع بالصورة اللي قدامنا. في عندي مبنى بقلبه 3 سويتشز بالطابق الاول والثاني والثالث، موصولين كلهم على سويتش بالطابق الارضي. في عندي بالطابق الاول والثاني والثالث 3 ديبارتمنتس، 3 اقسام بالشغل: قسم الانجينيرينج، قسم الهندسة، قسم الاتش ار الموارد البشرية، قسم السيلز المبيعات. لو انا بدي اعمل نتورك لقسم الانجينيرينج لوحده والاتش ار لوحده والسيلز لوحده، بالشكل التقليدي شو لازم اعمل؟ لازم جمع اجهزة الانجينيرينج كلهم بطابق واحد ووصلهم على سويتش، الاتش ار بطابق واحد ووصلهم على سويتش، والسيلز بطابق واحد ووصلهم على سويتش. وهذا غير ممكن وظيفيا لانه انا عندي الموظفين موزعين على الطوابق. طيب اذا بدي اجيب سويتش لكل ديبارتمنت من هون لوحده، صرت بدك تضطر تنزل كيبل من الطابق الثالث والثاني على الاول لكل ديبارتمنت، كمان عم تعمل عجقة كابلات، تمام؟ ففي عندي صرف وجهد على الكيبلز وعلى السويتشز. بينما لو انا السويتش بكل طابق قادر اقسم البورت اللي بقلبه لركب كمبيوتر تابعين للانجينيرينج وللاتش ار وللسيلز، وبما انه السويتشز موصولين صاروا الاجهزه اللي تابعين للانجينيرينج بثلاث طوابق بيحكوا مع بعض، والاتش ار بثلاث طوابق بيحكوا مع بعض، والسيلز بثلاث طوابق بيحكوا مع بعض، وبذات الوقت ما في تواصل بين الديبارتمنتس، يعني الانجينيرينج ما بيفوت على الاتش ار، ما بيفوت على السيلز، والعكس صحيح. من هون عم نأمن سكيورتي. إذا بدك تأمن تواصل between different networks، صار بدك راوتر راكب فوق السويتش ليسمح بها العملية الاتصال، تمام؟ أحد أهم الأفكار اللي بتخلينا أنه نستعمل الفيلان هي هذه، أنه نوفر بعدد السويتشز أو بتمديد الكابلات أو بتنقل الأجهزة من طابق إلى آخر. بكل بساطة عندي كمبيوتر بطابق أرضي بدي إياه يكون بفيلان رقم 10 تابعة للهندسة اللي هي موجودة على الطابق الـ 12، ما في داعي أطلع الكمبيوتر من الطابق الأرضي على الطابق الـ 12. أنا بفوت على البورت تبع السويتش اللي موصول عليه هذا الكمبيوتر وبقول له إنه هذا البورت تابع للفيلان اللي رقمه كذا واسمه كذا. وين ما كان موجود هذا الكمبيوتر صار بينضم تلقائيا للنتورك تبعه وين ما كانت ب المبنى. طيب ايضا موضوع السكيورتي، لما انا عم اقول انه ما عادوا يقدروا يفوتوا من ديبارتمنت لديبارتمنت او من سبنت لسبنت على بعض الا بوجود راوتر، والراوتر فيني امن له سكيورتي. مثال اخر، فينا نعمل فيلان للجيستس. انتوا لما بتروحوا على اوتيل او مطعم مهم او مؤسسة تجارية وفيها اوبن انترنت فور فري لكل الكاستمرز لكل الزباين، طب كيف بيضمنوا انه انت اذا فتت اخذت انترنت عبرهم ما تفوت على الشبكة تبعهم؟ بيكونوا عاملين فيلان للجاستس، فيلان للانترنت، وبالتالي فاصلينك عن الشبكة اللي لقلهم، ومن هون مأمنين سيكوريتي. احيانا اذا انا بدي امن اتصال بين السيرفرز عندي بالنتورك، السيرفرز لوحدهم من دون ما ادخل اجهزة تانية، بعمل فيلان للسيرفرز بحميهم انه ما بيقدر يفوت على هيدي النتورك الا الكمبيوتر اللي هو سيرفر. خلينا نتابع. تقنيا
الفيلان بتسمح لك انك تقسم البورتس اللي بالسويتش لأكثر من نتورك مثل ما شايفين. مثلا اللي لونهم بلو هودي فيلان لنقول 10، اللي لونهم ريد هودي فيلان 20، اللي لونهم جرين هودي فيلان 30 وهكذا. بالصورة الثانية عم بيقول لك إذا بدك هودي الفيلانز يحكوا مع بعض ما بتزبط إلا ما يكون في راوتر فوق السويتش. يعني من دون راوتر هني شبكات مستقلة، سبنتس مستقلة، ما في كوميونيكيشن بين بعض. بدك ديفايس هي تكون لاير 3. شو يعني ديفايس لاير 3؟ بتشتغل على نتورك لاير، يعني اما راوتر اما سويتش لاير 3، وهو من نوع السويتشز الادفانسد اللي بيقوموا بعمل الراوتر وبيعمل السويتش بنفس الوقت ليقدر يأمن كوميونيكيشن بتوين سبنتس. طيب تناخد المثال التالي اللي عندنا بالصورة. السويتش 1 أنا خالق عليه VLAN رقم 10، يعني Virtual Network رقم 10 موصل عليها كمبيوتر A، و VLAN 20 موصل عليها كمبيوتر B. بالسويتش 2 VLAN 10 موصل عليها الكمبيوتر C، وال VLAN 20 موصل عليها الكمبيوتر D. في شيء لازم نفهمه، انه كل كيبل هون موصول على بورت، انا مبرمج البورت او المدخل ليمرر داتا من فيلان معينة. يعني الفيلان 10 هون الكمبيوتر A، هذا البورت ما بيمرق الا معلومات لفيلان 10، والبورت الفيلان 20 ما فيني يوصل هون الا كمبيوتر ضمن الفيلان 20. اوكي، الكوميونيكيشن بتوين سويتش 1 اند سويتش 2 هون بالصوره منا موجوده، لانه ما في اتصال بيناتهم. اذا انا وصلت كيبل من سويتش 1 على سويتش 2، هل بضمن انه يصير البي سي اي يقدر يحكي مع البي سي سي والبي سي بي يحكي مع البي سي دي؟ ما بقدر الا اذا برمجت هيدا الكيبل ليمرق داتا من اكثر من فيلان، لانه مثل ما قلنا كل كيبل من هول بمرق داتا من فيلان معينة. الكيبل اللي بده يكون هون بالوسط بسميه ترانك او الجذع، بده يكون كيبل بيقدر يمرق لي داتا من اكثر من فيلان، فبدي برمجه لحتى اقول له انه انت بده يجيك باكيتس مرقمين عندهم ديستنيشن فيلان معينة، بدك تعرف انت توصلهم للفيلان المناسبة. اذا هذا الكيبل بسميه ترانك وله اسم تاني 802.1Q نسبة للبروتوكول اللي بيستعمله، او .1Q encapsulation. كلمة encapsulation القصد الكبسولة او المعلومة الاضافية اللي بنحطها مع الباكت لما بتوصل على السويتش وبتطلع على كيبل الترانك، كرمال السويتش التاني يفهم هيدي الباكت رايحة لأي فيلان. لانه مثل ما قلنا اذا انا ما مبرمج البورت على سويتش 1 وسويتش 2 مطرح ما موصل كيبل لترانك انه هيدا ترانك كيبل او هيدا دوت 1 كيو لينك بده يمرر اكثر من فيلان، ما بيقدر السويتش يعرف هيدا الباكت لمين بده يسلمها. وبالتالي صار لازم نميز بين البورت اللي موصل عليه الكمبيوتر اللي بسميه اكسس بورت، والبورت اللي موصل عليه الترانك اللي بسميه ترانك بورت. تمام، خلينا نشوف هالصورة اللي قدامنا. بالصورة الأولى إذا أنا ما بدي استعمل ترانك بورت وأنا مستعمل ثلاثة فيلانز، فيلان للجست لونه أحمر، فيلان للستودنت اللي باللون الموف، وفيلان للفاكولتي إذا بتكون وحدة دراسية باللون الجرين. هود الأجهزة إذا بدهم يحكوا مع نفس الأجهزة بفيلان على السويتش الثاني، ومثل ما قلنا إنه الكيبل من السويتش للسويتش ما بيمرق معلومات لأكثر من فيلان إذا ما عندي ترانك، فالحل بيكون إنك تمد كيبل لكل فيلان لوحده. يعني بوصل كيبل من السويتش الأول على السويتش الثاني ليمرق لي معلومات الجاست لنقول الفيلان 10، وبوصل كيبل
ليمرق لي معلومات للستودنت لنقول الفيلان 20 وهكذا. فنحن تنوفر انه نستعمل اكثر من كيبل هيدي العمليه، وكل كيبل نبرمج انه هيدا تابع اكسس بورت تابع لفيلان معينه، لا بستعمل كيبل واحد وبرمجه ليكون ترانك، وبقول له انه انت مسموح تمرق باكتس للفيلان 10 20 30 مثل ما مبين بالصوره فقط بين هيدا السويتش وهيدا السويتش. تمام. عادة إذا بدنا نعمل ترانك أو ترانكينج لمرق داتا من أكثر من فيلان، ممكن يكون هالكيبل من سويتش لسويتش، يعني between two switches، أو من سويتش لراوتر، لأنه الراوتر أيضا فيه بورتس إيثرنت مثل السويتش. تمام. في معلومة كتير مهمة بدنا نقولها هون، هيدا الكيبل اللي شايفينه بالصورة اللي اسمه ترانك هو مثله مثل الكيبل الأزرق والبرتقالي اللي موصول عليهم الأجهزة، منه كيبل خاص، منه شيء اختراع. بكل بساطة أنا فقط فايت على السويتش ومبرمج البورت اللي موصول عليه من جهة السويتش 1 ومن جهة السويتش 2، تقول له إنه هيدا ترانك كيبل. ترانك كيبل معناتها بمرق داتا من أكثر من فيلان. العملية كيف بتصير؟ لما البي سي اي اللي هو بالفيلان تاني بيبعت رسالة للبي سي سي اللي هو بالفيلان تاني من الجهة التانية، لما بتجي على الترانك بيختم عليها ختم فيلان تاني، بيعمل لها تاج، بنسميها تاج انه هاي فيلان تاني، فالسويتش التاني بيسلمها للفيلان تاني. اذا الكمبيوتر بي عم يبعت، لما بتوصل على الترانك شو بيعمل البورت تبع الترانك اللي هون؟ بيسموه تاجد بورت. شو يعني تاجد بورت؟ يعني ترانك بورت، بيختم عليها ختم انه هذه فيلان بي او فيلان 20 سوري. فبصير السويتش الثاني بيعرف انه لازم يعمل لها دليفري للفيلان 20. تخيلوها بعقلكم بتلاقوها كثير سهله وبتفهموها. والا لو ما الترانك ختم لها ختم، كانت هيدي الباكت اللي رايحه ومش معروف اي فيلان هون بدها تستلمها بتضيع، ما في مين يستلمها. بهذه الصورة عم بيقول لي انه السيسكو بسموه ترانك بورت، والسويتشات بعالم غير السيسكو مثل الـ HP او التبلينك بسموه تاجد بورت، لانه بمرق اكثر داتا من اكثر من فيلان. بس بدنا ننتبه، ترانك اور تاجد بورت اتس ذا سيم. اوكي. طيب شو حكاية التاج اللي عم خبركم اياها؟ نتطلع بالصورة الأولى. أولاً الداتا فريم أو الإيثرنت فريم، يعني لما أنا بكون عم ببعت فايل أو مسج من كمبيوتر لكمبيوتر من خلال السويتش، هذا المسج اللي هي الداتا مثل ما شايفين هون بالأبيض فوق داتا، بيكون في بالأول destination address لمين رايحة، source address مين بعتها، قد طول الداتا، قديش حجم الداتا، FCS اللي هو CRC تنتأكد انه ما صار عندي ايرور على الداتا لينك لاير. فهون الداتا رايحة كداتا من كمبيوتر لكمبيوتر، ما عم بحكي VLANs. لما بفعل بروتوكول 802.1Q encapsulation، يعني عم قله للبورت تبع السويتش اشتغل كترانك او تاكت بورت، طبع لي فوق الرسالة هي بأي VLAN، بيجي بيضيف لي هون بيعمل انسرت لشيء اسمه فيلان تاج على الايثرنت فريم. يعني بعد الداتا هي ذاتها، وانما صرت قادر اميز بالفيلان تاج هي لمين رايحه. هو بيستعمل عد اربع معلومات، انتم بهمكم منهم اخر وحده الفيلان اي دي، سو بتبين هذه الباكيت انها رايحه لفيلان معينه. Let's take an example. لنفترض انه انا في عندي two networks، two VLANs, VLAN 10 and VLAN 20 configured on two switches, switch 1 and switch 2. طبعا في trunk port بيناتهم. Suppose computer A wants to talk to computer C on switch 2. By default the Ethernet frame اللي بتنتقل من switch 1 ل switch 2 بيكون شكلها هيك. Destination MAC address، يعني انا رايح لل C. Source MAC address، أنا بعدني الكمبيوتر A. طول الداتا، شو هي الداتا وهل وصلت صح أو لا. تمام. فبالنسبة للبورت الموصول على الكمبيوتر A ما بيفهم
شو يعني تاج او انتاج، او انه هو لازم يعمل شيء ليعدل بهيدي الفريم لتنعرف انه رايح على الفيلان 10. فعليا هون شو عم بيصير؟ اللي بده يصير انه الداتا اول ما توصل على البورت، الترانك بورت على السويتش 1 مثل ما شايفين الفلاج العمل العلم، بينطبع عليها تاج دبغه انه انت او اتيكات انه هيدي رايحه من فيلان 10، وبالتالي لما بيتلقاها السويتش 2 بده يسلمها لكمبيوتر ضمن الفيلان 10، وبينعمل انسرت للايثرنت فريم، بينعمل انسرت للتاج بقلبها. اوكي، مثل ما نكون شايفين بهمكم انتم من هيدي الصوره هي الفيلان ايدنتيفاير، اوكي يعني الفيلان اي دي. وهون بيكون اشتغل عندي البروتوكول دوت 1 كيو انكابسوليشن. اوكي، هيدي كل القصه حول التاج بورت. في عندي مصطلح اسمه داتا فيلان، الهدف من هالموضوع انه نميز بين شيء اسمه داتا عم نبعث داتا على النتورك، وبين فويس اذا عم ببعث فويس اوفر اي بي، او بين مانجمنت ترافيك اذا انا عم بعمل كونفيجريشن، يعني عم بشتغل على النتورك از مانجمنت. فاذا انا بكون عم بشتغل على النتورك قد بكون عم ببعث داتا عاديه، قد بكون عم ببعث فويس اذا عندي فويس اوفر اي بي، قد بكون عم بعمل مانجمنت عم ببعث كوماندز تو مانج. اوكي، فعم بيقول لي بعالم الفيلان يفضل انه الداتا فيلان تنحط بفيلان لوحدها، ما نخلط الفويس مع الداتا. يعني مثل ما شايفين عندكم هون تعملوا كونفيجريشن لبورت له علاقة بالداتا للكمبيوترز، كونفيجريشن لبورت له علاقة بالفويس اوفر اي بي للاتصالات التليفون فور اكزامبل. مصطلح مهم جدا ديفولت فيلان. شو يعني الديفولت فيلان او الفيلان الافتراضية؟ كل السويتشز بالعالم اول ما نشتريهم بيكون فيهم باي ديفولت شيء اسمه ديفولت فيلان. كل البورتس تبع هذا السويتش بيكونوا كلهم تابعين لهذا الديفولت فيلان، وباي ديفولت بيكون اسمه فيلان 1، فيلان 1. تمام، كرمال هيك لما انتم بتوصلوا الاجهزه على السويتش كلياتهم بيقدروا يتواصلوا مع بعض ويحكوا مع بعض من دون ما نكون عاملين كونفيجريشن لفيلان باي ديفولت. واي؟ بيكوز هو بيعتبر انه السويتش كله هو لان وحده، هو فيلان وحده اسمها فيلان 1 وهيدي الديفولت فيلان. وبما انه الهاكرز بيعرفوا انه كل سويتش البورتس تبعوله بيكونوا باي ديفولت كلهم بيكونوا ضمن فيلان 1، يفضل كسكيورتي انه نغير لها اسمها، ما نسميها فيلان 1، او يعني الديفولت فيلان تكون غير الفيلان 1، نعمل فيلان لنقول رقمها 99 فور اكزامبل، وبننقل عليها البورتات اللي ما حدا عم يستعملهم، لحتى ما نخلي اي مجال للاختراق انه حدا غريب بيفترض انه البورتات اللي ما حدا عم يستعملهم هن تابعين للفيلان 1. بدكم تنتبهوا انه الفيلان الديفولت فيلان ما فينا نعمل لها رينيم وما فينا نعمل لها ديليت لانه هي باي ديفولت موجوده. فاللي بقدر اعمله انا انه بخلق فيلان ثانيه غير الفيلان 1 بعتبرها انه هي ديفولت بالنسبه لي، بكب بقلبها كل البورتات اللي انا ما عم بستعملهم. حنتعلم كيف نعمل هيدي الكونفيجريشن. اوكي، مثل ما عم نشوف عندنا بالاكزامبل هون، انا اذا بقول له شو فيلان بريف للسويتش اول ما بدوره بيجي بيقول لي انت اصلا عندك فيلان اسمه 1 ورقمه 1 اسمه ديفولت، كل البورتس هن موجودين بقلبها. منروح لموضوع اخير مهم جدا جدا، نيتف فيلان. نيتف فيلان يا اصدقائي هي فيلان بتنقل الترافيك على الترانك بس من دون تاج. نحن اخذنا بالشرح الاول انه الداتا اللي عم بتمر بتوين السويتشز اذا كان انا في عندي فيلانز وكان في عندي ترانك بورت، هيدي الداتا لما بتوصل على الترانك بورت بينحط عليها اتيكيت التاج وبينقال بدها تتسلم على تاني جهه لاي فيلان.
طيب لنفترض لو انا عندي اجهزه منن تابعين لولا فيلان، مني متبعهم لفيلان، وبعتوا داتا من سويتش لسويتش. هذه الداتا لما بدها تنتقل من سويتش لسويتش، بما انه منا جاي من كمبيوتر تابع لفيلان معينه، ما رح تحمل الانكابسوليشن دوت 1 كيو. طب مين بده يستلمها بالجهه الثانيه؟ لمين بدها تروح؟ بتروح لشيء اسمه نيتف فيلان. فانت كمهندس شبكات لازم دائما تاخذ احتمال انه قد حدا يوصل الكمبيوتر تبعه على سويتش من الموظفين، او في عدد من الاجهزه قد يكونوا قبل موصولين على السويتش ما حدا مستعملهم قبل، منهم معمولين كونفيجريشن باي فيلان. اذا دوروهم اصحابهم وجربوا انه يتواصلوا على النتورك، طب الداتا لمين بدها تروح؟ على الترانك بورت. الترانك بورت هو بينقل لك تاجد داتا، بس كمان بيقدر ينقل لك انتاج داتا. هيدي الانتاج داتا لحتى ما تعمل لك ترافيك، لحتى ما تعمل لك مشاكل، يفترض انه تنبعت لشيء اسمه نيتف فيلان، تعمل لها ابسورب، بتروح هذه الداتا على مكان ما بتسبب فيه اي مشاكل. وعادة نحن النيتف فيلان بنسميها 99 او 666 او رقم معروف، يعني لحتى دائما نتذكره. وفي بعض الناس بيستعملوها ايضا للمانجمنت، لانه انت بالمانجمنت لنفترض هون عندك الكمبيوتر اي او اف منهم تابعين لاي فيلان، بدك تفوت تعمل مانجمنت للسويتش، تعمل له كونفيجريشن، تعمل بعض التعديلات، تنقل كمبيوتر من بورت لبورت، من فيلان لفيلان. طب انت هون الداتا اللي عم تبعتها هي من داتا فيلان، من تاجد، لانك عم تستعمل كمبيوتر منه تابع لفيلان. فهون يفضل انه كمبيوترك يكون محطوط بشيء اسمه نيتف فيلان. فاذا اما بنستفيد منها للمانجمنت للنيتف فيلان، للحاله اللي عم قلكم اياها لما بكون كمبيوتر ما تابع لفيلان معينه، بحطه بالنيتف فيلان حتى الداتا تعيدته ما تضيع لما بتنتقل من مكان الى مكان. وايضا بنستفيد منها لما بيكون في عندي باكتس جايه ما معروفه من وين، من مين، او لمين رايحه، مش من فيلان معينه، بتروح على النيتف فيلان. تمام. ملاحظه اخيره قبل ما نفوت بالكونفيجريشن، البورتس للتو سويتشز على الشمال واليمين يفضل يكونوا السويتشز عندهم نفس اسم النيتف فيلان، يعني افترضنا نيتف 99 سمينا. لما بيكون في عندك نيتف فيلان على الشمال على السويتش الاول اسمه او رقمه مختلف عن النيتف فيلان بسويتش الثاني، بتعمل لك ميس ماتش، بصير لانه انت عم تبعت لنيتف فيلان ما بلاقيها هناك، بصير يعطيك هذا الرساله اللي شايفها هون قدامك، تزعجك على الشاشه. فالحل هو بيكون انه دائما انت تخلي كل النيتف فيلان على السويتشات اسمهم مثل بعض، او بتعمل ديسيبل للسي دي بي بروتوكول. هذا السي دي بي بروتوكول هو اللي بيستعمله السويتش ل حتى يتواصل مع السويتشز اللي حواليه. تمام. وعادة الترافيك تبع نيتف فيلان معظمه بيكون بسبب البرودكاستس او المسجز اللي السويتش بيستعملهم لما بيكون عم بيشغل السي دي بي بروتوكول ليتواصل مع السويتشز وياخذ منهم معلومات. نجي هلا لمرحلة الكونفيجريشن، هاو تو كرييت فيلانز. أول شيء لازم نعرف إنه في عندي نورمال فيلان أند إكستندد فيلان. النورمال رينج من الفيلان، واللي هن عادة بيكونوا سيفد بفايل اسمه فيلان دوت دات بالفلاش ميموري تبع السويتش، يمكن يكون أرقام من 1 لـ 1005. بدنا ننتبه إنه الواحد محجوز للديفولت فيلان باي ديفولت. من الـ 2002 للـ 1005 ما فينا نستعمله، معك من 2 للـ 1001. تمام. لانه من 1002 لل 1005 محجوزين للنتورك من نوع توكن رينج اللي ما بقى مستخدمه حاليا. اذا مذكرين الفيزيكال توبولوجي اللي اسمها رينج، اللي بتشتغل بمبدا التوكن باسنج، شكلها مثل الخاتم، كل كمبيوتر بيكون عنده تو نتورك كاردز على الشمال وعلى اليمين موصول قبله وبعده. فاذا بنستنتج انه انا بقدر استعمل الارقام من 2 ل 1001. الاكستندد رينج اي ديز بيكونوا هن بالرننج كونفيجريشن فايل، ارقامهم من 1006 لل 4094 بيستعملوهم السيرفيس بروفايدرز الاي اس بي، حكرا نحن ما بنستعملهم.
فما حنشغل بالنا بهذا الموضوع. اولا to create a VLAN بكل بساطة بنفوت على السويتش، نكتب config terminal لنفوت على الconfiguration mode ومنقول له VLAN ورقمه VLAN 20، خلق لي virtual LAN اسمها 20 optional، فيني سميها، سميتها name student، سميتها student. فيك تسميها للفيلان وفيك ما تسميها، وانما اجبار يكون عندها رقم. انا هون خلقت على السويتش فيلان رقم 20 اسمها student، وانما حاليا بعد ما ضميت عليها ولا بورت. تمام. طيب كيف انا بدي اضيف بورت عليها لاقول انه هذا الكمبيوتر الموصول على هذا البورت صار موصول على هاي الفيلان؟ فوت على الانترفيس المناسبة، مثلا هذا البي سي 2 موصول على الاف 018، بقول له انترفيس اف 018، هذا البورت باي ديفولت بيكون هو بالفيلان 1 تابع للسويتش كله، كيف بدي انقله للفيلان 20 اللي انا خلقته؟ بقول له سويتش بورت مود اكسس، بدل لي الاكسس على هذا البورت، سويتش بورت مود اكسس، بجهز حاله، بكتب له سويتش بورت اكسس فيلان 20، بدل المفتاح لحتى يصير ياخد داتا الى علاقة بالفيلان 20. فهون عم بقول له انه هذا البي سي 2 الموصول او اي بي سي بينوصل على الاف 018 صار ضمن الفيلان 20. اذا بفوت هلا لاقول له على السويتش شو فيلان بريف، رح تلاحظوا كل البورتس هن تابعين للديفولت فيلان، الفيلان 1، بس البورت اف 018 وتابع لفيلان رقم 20 واسمه ستودنت. وقد ما بدي فيني زيد بورتات على هيدي الفيلان او اخلق فيلان غيرها وهكذا. اوكي، في عندكم هون تارك لكم انا بالمحاضرة من ريفرنس السيسكو، طبعا محترمين السيسكو انكوربوريشن على المعلومات والطريقة الحلوة اللي بيقدموا فيها الكورسز، شرح لكل كوماند. مثلا هون عم بيقول لك انه كيف فيك هذا البورت تشيله من الفيلان 20 مثلا او من فيلان معينه. بكل بساطه بتفوت على الانترفيس بتقول له نو سويتش بورت اكسس فيلان ورقمه، سو بيرجع تلقائيا على الديفولت فيلان. اوكي، يعني بيرجع على الفيلان اللي كان فيها. طيب شو في عندنا بعد كوماندز؟ اذا بدنا نعمل ديليت لفيلان معينه، مثل ما قلنا له فيلان 20 بنقول له نو فيلان 20 فور اكزامبل. يعني كمان فوت على الكونفيجريشن مود وبقول له نو فيلان مع الرقم اللي بدي اياه، فلما بعمل شو لاحظوا ما بقى عندي فيلان 20 والبورت اللي كان محجوز لها اوريدي انا لغيته ورجع ل الديفولت بورتس او ديفولت فيلان 1. configuring .1q trunks، كيف بنعمل configuration لا ترانك بين تو سويتشز؟ كمان بنفوت على الكونفيج تيرمينال، بنفوت على الانترفيس، طبعا نعملها على اول سويتش وعلى ثاني سويتش، على الانترفيس الموصول عليها الترانك كيبل، وبنقول له سويتش بورت مود ترانك. تمام، سويتش بورت مود ترانك، هون صار ترانك. اذا بدك تاخذ بعين الاعتبار الانتاج داتا اللي ممكن تمر وما معروف لأي فيلان رايحة، بتقول له switch port trunk native VLAN 99، فبصير هيدي الباكت يبعتها للفيلان 99، علما ان انت بتكون عاملها لهيدي الفيلان وانت بدك تستعملها كناتيف فيلان. اذا ما كنت عاملها وما استعملت هذا السطر، فعليا اي داتا انتاجد between the two switches لما بتنتقل من نقطة الى تانية رح تروح للفيلان 1، لأنه إذا أنت ما عامل ناتيف فيلان بيعتبر هو إنه الفيلان الأساسية هي الفيلان 1، كل البورتس تابعين للفيلان 1 باي ديفولت. تمام؟ فنحن دائما بنستعمل هذا الموضوع، وخاصة مثل ما قلنا حتى ما يصير عندي ميس ماتش مسجز كل شوي تطلع لي على الشاشة، الناتيف فيلان بخلقها على كل سويتش بنفس الاسم. فهون عم بفرجيني اذا قلت له شو انترفيسز F01 سويتش بورت، مطرح ما انا عملت لها كونفيجريشن لترانك، بيقول لي انه هي ترانك.
اوكي، هون عم بشرح لك اكتر كل كوماند شو معناتها بالضبط. اوكي، انه switch port mode trunk define this interface as a trunk، switch port trunk native VLAN 99 configure VLAN 99 to be the native VLAN. يعني انت هون عم تأكد له انه هذا النيتف VLAN اللي بدي اياه. هلا في حال قررت انه تلغي اللي عملته بدك تعمل ريسيت، بيجي بقول له كلمة نو قبل مثل العادي، نو سويتش بورت ترانك الاود فيلان، نو سويتش بورت ترانك نيتف فيلان. تمام، شرح لكم تحت كمان بالكتاب كل وحدة شو معناتها. هلا بنشوفهم على التطبيق. اخيرا لنفترض انه في عندك بورت موصل عليه كمبيوتر فيلان 10 فيلان 20 وبدك ترجعه عادي، بكل بساطة بتفوت على الانترفيس المناسبة او بتقول له نو مثل ما عملنا قبل، نو سويتش بورت مود اكسس رقمه كذا، بيكفي انك تقول له سويتش بورت مود اكسس هاي الجملة من دون ما تحدد فيلان، كأنك عم تقول له رجعه على الفيلان 1 الديفولت. تمام، لاحظ لما قلت له شو انترفيسز F01 سويتش بورت، بين عندي انه هذا الانترفيس رجع على الفيلان 1 على الديفولت فيلان. هذا كل شيء بهذا البارت، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الدرس. شكرا لاستماعكم، وتابعوا معنا البارت الثاني Practical Lab Using Packet Tracer.